وبعدين في بيانات موجوده في الجهاز المركزي بتاع التعبئه العامه والاحصاء، وبرده في احد البرزنتيشنز اللي جت من فاو انه حوالي 6.5 مليون طن مستورد. انا اللي افهمته انه 6.5 دول اللي بيخشوا في الرغيف المدعوم، وان الباقي بيخش طبعا في ناس بتبيع رغيف في مصر ب 30 جنيه عند بول مثلا، يعني في ايوه في 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 ففي حاجات غريبه. فاحنا بنتكلم في نقطه ايه، انه يعني الارقام بالنسبه الاستيراد الحقيقي اللي داخل في غذاء الشعب المصري قد ايه؟ هل هو 6.5 ولا 11؟ Right. I see a lot of questions here about numbers and data accuracy, which is extremely important. And I like the balance of the audience here. We're trying to see that, again, there's a lot of room of improvement on how we can improve our data access and availability. And I think Dr. Ibrahim would be suited to address that. But let's take two more questions. Dr. Shireen, and then another one there, and then we'll have to end the session due to time limitations. Sorry, Dr. Michael first, and then Dr. Shireen. Yeah, my name is Michael Trueblood, USAID. My question is for Jacob. On the second section of your presentation, you had a chart that decomposed and showed that Egypt relies on two countries for 76% of the imports, Russia and Ukraine. But then your other chart with the circles, with sort of a scatter plot, indicated that Egypt basically was not vulnerable. And you said there was some sort of indicator. To me, it doesn't make any sense, since your data shows that they're reliant on two countries for 76% of the imports. I'm hard-pressed to think of any other examples of major countries and major commodities where there's such a vulnerability on two countries. Thank you. Dr. Shireen. مساء الخير، شيرين الشواربي، أستاذة اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أول رجاء لبنتنا الدكتورة فاطمة، يعني أرجو إنه لما حد يعني الكلام اللي كان بيتقال حقيقة مهم قوي، وأنا حزنت إنه الدكتور قال إنه هيبقى على كونتاكت مع دكتور إبراهيم عشان يعرف الحقيقة، إحنا كلنا عاوزين نعرف. فلما يبقى الموضوع الحقيقة مهم، أرجو إنه تتيح المنصة المساحة للناس إنها تثير المواضيع المهمة. طبعاً السؤال هيكون لدكتور إبراهيم، بما إنه العارضين رغم أهمية اللي عرضوه إلا إنه هتوجه هبني على ده. أول سؤال أنا أحب أعرف في السبلاي تشين بتاعة من أول القمح اللي حضرتك قلته لمطاحن لمخابز، طبعاً إحنا بنتكلم هنا حتى يعني أول مصانع، أنا عايز أعرف القطاع الخاص بيلعب أنهي دور، الشير بتاعه سواء في منظومة التموين أو في منظومة التانية اللي هي القطاع الخاص العادي. الحاجة التانية إنه الكلام اللي اتعرض، وإحنا حسينا إنه العارضين بيبروموت للمودلز بتاعتهم، أنا عايزة أطمن حضرتك تطمنا how far we are from اللي بيتعرض ده، إحنا إزاي بنقيس الـ vulnerability، هيئة السلع التموينية معنية بده ولا يمكن لأ، وبتقيسوا إزاي، والـ frequency بتاعت القياس، وكمان الـ risk management اللي أنا فاكراه إنه من فترة كان في شاشة بتعرض الحاجات اللي اتعرضت علينا النهاردة الـ data. بس طبعا الداتا لوحدها مش كفايه، لازم الداتا دي تتحط في فريم ورك يطلع يعني انسرز لاسئله. فحضرتك طمنا احنا فين من اللي بيتعرض من الهند او بتغيرها. شكرا جزيلا. Thank you. And we'll have to end this with one last question. Thank you, Dr. Shireen.